مساء الخير مدام عزة لحضرتك وكل السادة المشاهدين، وبنقول لك كل سنة وانت طيبة وكل محبين برنامجك العزيز وهم طيبين ومصر طيبة يا رب. وحضرتك طيب، أشكرك يا دكتور سمير. خليني أبدأ من امبارح، من زيارة أبو مازن للقاهرة ولقائه مع الرئيس السيسي. تنسيق بيتم بين مصر وبين السلطة الفلسطينية. طيب اسمحينا في البداية كده، عشان حضرتك قدمت مقدمة جميلة. المنطقة المشتعلة في العالم كله النهاردة هو ما يحدث عندنا في الشرق الأوسط، أو بمعنى نقول الحرب الفلسطينية الإسرائيلية. نعم، منطقة كلها مشتعلة. هنشوف أول صورة بعد إذنك، هنرجع للسيادة الرئيس وزيارة الرئيس الفلسطيني. أول صورة بتقول لنا إن بلينكين وزير الخارجية الأمريكي جه أربع مرات في ثلاث أشهر. بالظبط. ما حصلتش، يعني عندنا كان الحرب بتاعت روسيا وأوكرانيا أربع مرات في ثلاث أشهر. نعم. الفترة دي يا مدام عزة، رغم إن أوروبا فيها كريسماس وفي رأس السنة، فوجئنا في الفترة دي زي ما حضرتك قلتي بلينكين موجود عندنا، والاثنين وزراء خارجية ان هي فرنسا والمانيا موجودين الثلاثة في نفس الوقت في المنطقة. كل دي مؤشرات، ما احنا بنسمع ده جاي وده طبعا. ايه اللي جايبه وايه في وقت كريسماس ده؟ دوبك مخلصين اجازة كريسماس في راس السنة في اوروبا وجم المنطقة. دي ملاحظة في غاية الأهمية، فده يديك أعياد. أعياد وسابوا أعيادهم، وأنت عارفة الكريسماس ده كل واحد بيزور أبوه وأمه اللي ما شافهمش طول السنة. صحيح. سابوا كل الكلام ده وجم الفترة دي فين؟ في مصر أو في المنطقة. نعم. الحاجة الثانية، الثلاثة كلهم زاروا المنطقة، زاروا مصر. لسه بلينكين جاي. أيوه. فدي عندنا بلينكين أهو رابع مرة يجي المنطقة في ثلاث أشهر. نعم. فده يقول لنا التوترات. تمام. الصورة الثانية بتقول لنا الوزيرة الخارجية الفرنسية ووزيرة الخارجية الألمانية جم وزاروا المنطقة وزاروا مصر. نعم. برضو عايز اقول لك ان ناخد بالنا ان المحور في المنطقة مين النهاردة؟ مصر. تمام. نشوف الصورة الثانية اللي بعد كده بقى لو سمحت. نعم. اللي هي وبعدين طبعا كل واحد منهم شاف اللي بيحصل في غزة. وجاي وعارف ان الدول بتاعته او الشعوب بتاعته هناك غير راضية على ما يحدثه الفرنسيين. صحيح. في مصر ادي عندنا وزيرة الخارجية فرنسا في غزة ملتزمين بإرسال الى غزة بالتنسيق. نعم. مع مين؟ مصر والاردن، لكن نعم. مصر هي الاساس. نعم. وزيرة الخارجية الالمانية جات هنا وقابلت سيادة الرئيس وقابلت وزير الخارجية وكانت مستاءة طبعا من ما يحدث يعني في غزة. نعم. الصورة الثانية بقى اللي حضرتك حضرتيها في الأول، الرئيس الفلسطيني جاز قابل الرئيس السيسي امبارح. نعم. طب ده خبر نحلله بإيه يا مدام عزة؟ أيوه. وده ميزتنا إن إحنا بنحلل الأخبار. صحيح. إن كلينتون قصدي بلينكين هيقابل النهاردة بعد كده الرئيس الفلسطيني. أيوه. وهيجي بعد كده يقابل الرئيس المصري. تمام. إذن النهاردة الزيارة دي امبارح كانت همتها التنسيق ما قبل وبالذات الرئيس الفلسطيني. نعم. لان هناك ضغط كتير للفتره زي ما هنتكلم بعد كده. اتفضل. وات از افتر بعد غزه. أيوه. السلطه الفلسطينيه المفروض انها هتستلم غزه. ولذلك انا معلش بقولها مش شيفونيت ان انا مصري، لا. أيوه. انا بقول ان جاء الرئيس الفلسطيني يشاور الرئيس المصري هنعمل ايه يا فندم، ولما يجي الوزير الخارجيه الامريكي، لانه هي امريكا اللي بتحل الدنيا. نعم. صح. طبعا. طيب نشوف على الناحيه الثانيه بقى، بس هتوقف كمان بعد كده انه السلطه هتستلم غزه. تمام. ده وجهه نظرنا وبرضه وجهه الامريكان، هنقول بعد كده ايه المشكله في الموضوع ده. وتصريح بلكن يا فندم. ايوه طبعا. الضفه وغزه. طبعا. نعم. طبعا. تحت حكم قياده فلسطين. بالظبط. نشوف الصورة الثانية يا مدام عزة، ماذا يحدث في الجانب الآخر؟ أيوه. الجانب الآخر النهاردة في مشكلة بين نتنياهو اللي هو رئيس الوزراء. نعم. وبيلي جانت اللي هو وزير الدفاع. وناخد بالنا إن بيلي جانت ده أصلاً المعارض أصلاً لنتنياهو. تمام. قبل كده. تمام. ولما حصلت حرب غزة، وده درس برضه نتعلمه كلنا. الشعوب بتتكاتف. أيوه. المعارض قعد مع طبعاً نتنياهو. أيوه. ولكن فجأة الدنيا ضربت بينهم.
ايوه وحصلت موجود خلافات كبيره جدا حاليا بينهم، لدرجه ان نتنياهو الاسبوع اللي فات طلع في المؤتمر الصحفي من غير وزير الدفاع ورئيس الاركان. احد الخلافات الرئيسيه او الخلاف ان نتنياهو عايز يطيل زمن الحرب. أيوة. ويقول لك سنه 2024 هنحارب فيها. أيوة. لانه عارف انه لو الحرب دي خلصت تاني يوم هيعزل، تالت او اسبوع اللي بعديه هيخش السجن بثلاث قضايا. نعم. انما اللي بيسمى يعني عائل بليجانت قال لك لا انا مش هطول زمن الحرب، بدليل انه سحب 5 ألوية مشاة من غزة الاسبوع اللي فات. بالظبط. ومنهم الجول اللي هو الجولاني اللي هو النخبة بعد خسائره سحبه من غزة. نعم. المشكلة الثانية اللي طلعت بينهم ايه يا مدام عزة؟ فانت فاكرة بعد حرب 73 لما خلصت الحرب في اكتوبر في نوفمبر عملت الحكومة الاسرائيلية لجنة اسمها لجنة اجرانات عشان التحقيق في التقصير اللي حصل في حرب اكتوبر. فوجئنا الاسبوع اللي فات ان وزير الدفاع جانت اللي قاعد واقف قدامنا على الشمال راح مطلع قرار بلجنة عشان تحقق في اسبوع في التقصير اللي حصل في الثلاث اشهر اللي فاتوا. تمام. وراح معين فيها مين؟ رئيس اركان سابق شاول موفاز ورئيس شعبة الاستخبارات السابق، كل دول في المعاش. زي في فركش، وقائد القطاع الجنوبي لناحية مصر اسمه سامي ترجمان، عينهم في اللجنة دي. واللجنة دي ولسه البارود شغال والحرب شغالة. وده حتى ما قال يوم السبت اللي جاي في الاخبار اليوم. عمل لجنة حق. طبعا مين اللي صار؟ نتنياهو. ايوه. انت ازاي تعمل لجنة؟ لان اللجنة 1000% هتدين نتنياهو في هذا الموضوع. ده قول فصل. بالظبط. فعشان كده الموضوع طبعا بقى مشكلة بينهم. هنشوف على الصورة التانية بقى، وهي المشكلة التي اثيرت الفترة اللي فاتت. نتنياهو يا مدام عزة عايز يتلكك باي طريقة عشان انه يزود ثمن الحرب. ايوه. وبالتالي بدا يزود القتال على انه قول حزب الله في لبنان. صحيح. وحسن نصر الله. أيوة. كل ده عشان يدخل حسن نصر الله في الحرب، وانا قلت عندكم في القناه مع احمد موسى انه لن يدخل حزب الله الحرب. كلها مناوشات عسكريه. طبعا رغم انهم قتلوا استشهد وسام الطويل اول امبارح لان ده من حزب الله. وصالح العروري يعني. ومع ذلك معلش بناقش حضرتك دكتور سمير. بعد اغتيال وسام الطويل ما زلت حضرتك على رايك انه حزب الله لن يتحرك؟ لن يدخل يا مدام عزة. وبقولها وانا كنت مصمم مع احمد موسى. حصل. وكان تاني يوم طبعا كان هيقول بقى ان انا هدي الخطبه، قلت له هيخطب بكره ولن يدخل الحرب. دخل خطب، وكنت تاني يوم مع احمد موسى. قال هيخطب يوم الجمعه تاني لن يدخل. ليه يا مدام عزه؟ هناك من يحرك حزب الله وهي ايران. لان ايران مش عايزه حزب الله يدخل دلوقتي. هي حزب الله عنده كميه ذخيره وصواريخ وطائرات مسيره قد اللي عند حماس اقول لك 10 مرات. وما دخلش حرب بقاله 12 سنة. ايوه. فاسرائيل عايزة تستدرجه، ولكن ايران اللي عايزة لا. ليه؟ عشان لو ايران اتضربت عشان النووي يبقى حزب الله يدخل. فعشان كده اقول لك مش هيدخل. مش هيحصل. وانا مصر على ذلك. وهتشوف النهاردة مبهدلين جنوب لبنان. صحيح. ولكن الولايات المتحدة بتحذر حتى لا تنصهر الحرب. نعم. نرجع نكمل معلش قطعتك. اتفضل. نشوف الصورة التانية. ايوه. الصورة التانية بتقول ان المشاكل اللي موجودة ما زالت مبعثرة، ولذلك نتنياهو قصدي بلينكن قال ان يجب ان يعود النازحون من في غزة الى ديارهم. خلي بالك. ده معناه مفيش ترانسفير. ده مين اللي عايز كده؟ امريكا. واسرائيل كانت عايزة تزق الفلسطينيين في اتجاه رفح. ايوه. ويضغطوا علينا ويدخلوهم. ايوه. برضو بلينكن قال مش عايزين اتساع نزاع الحرب، مش عايزينها تبقى حرب اقليميه. نعم. لان هنتكلم بعد كده على باب المندب تحت واليمن عامله ايه. ايوه. نشوف الصوره اللي بعد كده. ولازم نبقى عارفين ان امريكا هي اللي بتدير الحوار، وهي بتدير كل حاجه. ايوه. النهارده امريكا لو قفلت على اسرائيل الذخيره هتبقى حصول الوضع هيتغير. بالظبط. وعشان كده بلينكن
راح زار ولي العهد بلينكن نضى 11، هيزور 11 دولة في الرحلة بتاعته. يعني إذا الموضوع كبير عشان الحرب ما تكبرش. أيوه. قعد مع ولي العهد السعودي امبارح. نعم. واتفقوا إن يعني إسرائيل يجب ألا توسع عملياتها العسكرية في المنطقة. نعم. ووقف العمليات في غزة، ده الأمير السعودي. نفس الكلام حصل مع الإمارات. أيوه. شوف الصورة اللي بعد كده. نعم. الصورة اللي بعد كده بتقول لنا إيه يا مدام عزة؟ إن ما زالت المنطقة مشتعلة وفي اتجاه جديد، اتفتح لنا اتجاه جديد. شفتي عشان بقول لك المنطقة أصبحت هي بؤرة الصراع في المنطقة. صحيح. اتفتحت إيه؟ باب البحر الأحمر وباب المندب. باب المندب ده النهاردة بتمر منه 40% من التجارة العالمية. نعم. اليمن فيها الحوثيين. نعم. دي زراعة عسكري لمين؟ لإيران. نعم. زي حزب الله فوق. الحوثيين ما هنا في اليمن مسيطرين تبع إيران. فجم الحوثيين أول حاجة راحوا استولوا على سفينة صاحبها إسرائيلي. وبدأوا يهاجموا السفن في البحر الأحمر، وبدأت المدمرات الأمريكية تستهدفهم. نعم. هنشوف الصورة التانية بتقول إيه يا مدام عزة. اتفضل. بدأت أمريكا تعمل تحالف كوليشن، ودي برضو عايزين نوضحها عشان الناس ما كانتش فاهمة الكلام ده. نعم. وزير الدفاع الامريكي اصدر اوامره نعمل تحالف حارس الازدهار عشان تصدي للحوثيين. مصر ما اشتركتش في التحالف ده. بالظبط. بدينا نسمع بقى من الجهات اللي شايفين مصر ما عادش لها قيمه، طلعوها من التحالف. لا لا لا، تعالوا يا جماعه. التحالف ده يعني حلف، كوليشن. مصر لا تدخل في احلاف. نعم. والرئيس السيسي اعلنها 100 مره. صحيح. واتعرضت على مصر نقول اموال كتيره. نعم. ان نخش حلف او نعمل قاعده عسكريه. أيوة. عندنا، والرئيس السيسي رفض. نعم. وعشان كده احنا لم ندخل في هذا التحالف. نعم. حلف يعني معناها تيجي مدمرات بتاعت امريكا او فرنسا تخش عندنا وتقعد. ما احنا في حلف. أيوة. هو انت فاكره الحرب بين روسيا واوكرانيا تمت ليه؟ لان اوكرانيا هتخش حلف الناتو. بالظبط. وروسيا رافضه ان يبقى حلف الناتو على جرها. نعم. فده حقنا. نعم. فلازم نبقى عارفين ده مبدأنا. الرئيس السيسي أمر لن ندخل في أخل التحالف. نعم. طيب نشوف الصورة التانية برضو، هنشوف نقول الله، هم احنا ما بنشتغلش في البحر الأحمر؟ لا. أمريكا عاملة قوات مشتركة اسمها كومباين فورسز. أيوه. 151 و52 و53. نعم. 51 و2 دول فوق في الخليج وضد القراصنة. احنا مشتركين في القوة 153. تمام. برضو اسمها كومبايند فورسز. أيوة. مجموعة قوات بتنفذ مهمة. أيوة. السنة اللي فاتت مصر كانت بتقود القوات المشتركة دي اللي بتدافع عن ايه؟ البحر الاحمر. نعم. تمام. أيوة. اذا احنا مشتركين ومع امريكا ومع قوى دول اخرى. ما احناش مهمشين زي ما الناس تقعد تقول. لا. احنا مشتركين ولكن دون ان يكون لنا تحالف في المنطقة. بالظبط. نشوف الصورة التانية يا مدام عزة بتقول لنا ايه؟ ان قوات التحالف دي كلها بتشتغل من جيبوتي. ايوه. جيبوتي موقعها جيوبوليتيكي ممتاز. بص عليها فين يا مدام عزة؟ على مدخل نقول باب المندب. ايوه. وشايفة خليج عدن، وفوق خليج عدن المحيط الهندي. ايوه. ثم فوق البحر الاحمر بالكامل. وعشان نقول ان الدولة دي مهمة مدام عزة. نعم. فيها 6 قواعد عسكرية من 6 دول. 6 قواعد. ما فيش دولة في العالم فيها 6 قواعد. فيها 6 قواعد. ابدا. بس هي عشان موقعها يا دكتور. عشان موقعها. برافو. نعم. عليك. نعم. موقعها رهيب. الصين لها قاعدة. اليابان قاعدة. امريكا طبعا. واسبانيا وفرنسا وايطاليا. كلهم بيشتغلوا من قواعد عسكرية. لان انت عشان تشتغلي في حتة زي كده لازم يبقى ليكي مكان تاخدي منه ميه وتاخدي منه واصلاح وسكن. انت عارفه لما احنا قفلنا مضيق باب المندب قدام اسرائيل في 73. كان لنا فين؟ كنا رحنا باب المندب، كنا رحنا اليمن. وعملنا شركه وهميه تحت اسمها شركه. وحطينا مخازن ميه وحطينا مخازن اكل وقطع غيار عشان مراكبنا اللي كانت بتحارب هناك والسفن والغواصات تلاقي حاجه تقعد عليها. فعشان كده النهارده جيبوتي بتعتبر قاعده عسكريه لكل القوات دي اللي هتنفذ المهام ان شاء الله. تمام. لما تمام. طب نشوف امريكا قالت ايه على هذا الكلام بقى. أيوة. كسياسه. أيوة. بلينكن
هنشوف الصورة الثانية، قال لك ان البحر الاحمر بيتسبب في تعطيل اكثر من 20% من الشحنات الدولية. نعم. ودايما يا مدام عزة انا بقول نحن نعيش في عالم اوالي المستطرقة. صحيح. ممكن نقول ان مصر هتخسر بس من قناة السويس، لا. أي. ده الشحنات التانية اللي هتعدي حوالين رأس الرجاء الصالح. ايوه. شايلة البوردات اللي بنعملها مع التلفزيون والموبايل، فالعملية هتغلى في العالم كله. ايوه. ان أي. ان نخش في هذا الاتجاه. وارضو بلينكن شدد ان ضرورة ايقاف الحوثيين، ودي مشكلة كبيرة جدا النهاردة موجودة. نعم. طيب. نخش بقى على اتفضل اهم نقطة في أيوة. لقاء النهاردة. ايوه. وحاجة هتسعد كل المصريين. اكسيوس، لو ما تحش نطلع بقى الرسالة. اكسيوس قالت ودي وكالة كبيرة جدا. نعم. اسرائيل ستربط عودة الفلسطينيين الى شمال غزة بتحرير الرهائن لدى حماس. تمام. يعني لو حماس بكرة وافقت على انها تطلع الرهائن، اسرائيل هترجع كل الفلسطينيين اللي راحوا في الجنوب الى ايه؟ مواقعهم. الله الله. اذا ده معناه ايه؟ ده نقول يا سيادة الرئيس السيسي بنشكرك انك وقفت وقفة قدام الامريكان والاسرائيليين وقلت لهم غزة خط احمر. نعم. ونجحت النهاردة يا مدام عز. نعم. اهو. انت شايفة؟ نعم. اسرائيل نعم. خلاص هترجع الفلسطينيين. ايوه. طيب طبعا ايدونا الامريكان والدول العربية وكل الناس. تمام. لا نرجع نخش على اللوحة اللي بعديها من فضلك. كل الكلام ده اتلغى. لكن النهاردة انا كمصري سعيد ان الرئيس بتاعنا اما اتخذ قرار ما فيش هيعدي حدودنا. طبعا. وخط احمر اهو النهاردة. نعم. اسرائيل هترجع الفلسطينيين شمال غزة. بس حماس اذا ترجع الرهائن. طيب. اذا انتهت قصة الترانسفير. ايوه. انتهت قصة ان احنا يترحلوا بتوع غزة عندنا. نعم. انتهت قصة ان الرئيس مرسي كان عايز يديهم حتة في سينا عشان يعودوا فيها. نعم. انما هناك كان في رئيس اسمه مبارك، لازم كل واحد ياخد حقه. طبعا طبعا. مبارك قال له، قال لنتنياهو فورجيت اباوت ات، انسى الموضوع ده. انسى خالص. والرئيس نعم. السيسي لما قابل نتنياهو من سنة. نعم. قال له it is unnegotiable. ايوه. مش ده غير قابل للنقاش. للنقاش ولا الحوار. ولما حصلت النهارده انهم قالوا زقوا الفلسطينيين على الجنوب. ايوه. ويروحوا يرفح. أيوة. ويعدوا الحدود، الرئيس قال ايه؟ خط احمر. خط احمر. بقول لك النهارده انا في منتهى السعاده وفخور بمصر ورئيس طبعاً. مصر. طبعا. ان احنا قدرنا نفرض ارادتنا على الناس دي. نعم. هو يا دكتور سمير، لولا ثبات الموقف المصري واللي قاله الرئيس السيسي من دي وان زي ما كنا بنقول ومستمر عليه إلى الآن، لم يتغير رغم كل الضغوط ورغم كل المحاولات، هو اللي وصل ما يحدث في غزة إلى هذه النقطة. حاجة تانية أقولها يا مدام عزة. اتفضل. والشعب المصري طبعا، أنا في أكتوبر رحت 24 جامعة. أيه. وشفت الشباب المصري. نعم. وهو واقف مع رئيسه. نعم. وأنا قلت والله كنت سعيد أن الشباب المصري وشعبية الرئيس السيسي زادت في هذه الفترة كبيرة. نعم. جدا. نعم. لأنه كان بيعبر عن هذا الشعب، والشعب وبرئيسه كانوا واقفين عشان. نعم. نشوف الخبر ده النهاردة. نعم. نشوف الخبر الثاني اللي بعديه عشان. يلا. نأكد الكلام ده بالزبط. الخبر الثاني بيقول أن إسرائيل النهاردة بتدور لهم على مكان تاني في رواندا وتشاد في أفريقيا. نعم. إذن خلاص النهاردة الموضوع ده انتهى، يا رب يعدي على خير. انما بقول لك انا كانسان مصري ومواطن مصري اقول. نعم. ان احنا نجحنا في ايقاف الضغط الاسرائيلي علينا. نعم. وبرئيس وشعب وقلنا لا مش هيعدوا، والموضوع خد حاجات كتيره في هذه الشكل. نعم. وفي تغيير واضح في المواقف، مواقف الامريكيه والمواقف كلها الغربية من 7 أكتوبر إلى الآن. النهاردة لما بلكن يقول للول ستريت دكتور سمير أنه يجب توحيد الضفة الغربية وغزة تحت حكم قيادة فلسطينية، هذا تغير غير طبيعي في الموقف وفي الأداء الأمريكي. تمام يا فندم. نيجي نمسك القصة الثانية بقى.
وات از افتر، ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ ماذا رايح على او هم في الدول العربيه بيسموها اليوم التالي. نعم اليوم التالي، اليوم التالي. وبرضه نشرح للساده المشاهدين، معلش انا بحب اشرح للناس عشان الناس تفهم موضوع اليوم. بتشرف بشرحك. اليوم التالي ده طلع من ايام ما تم اغتيال الرئيس الراحل القذافي، ولما النيتو ضربه وراح الله يرحمه، الف رحمه، ده زعيم عظيم طبعا، والله عظيم طبعا. بعد ما تم اغتياله وتصفيته من النيتو، كان في السنه اللي فاتت من سنتين ثلاثه كده استفسار في مجلس العموم، يا وزير انتوا لما قررتوا تصفيه القذافي ما فكرتوش بعده هنعمل ايه؟ ايوه النهارده 12 سنه ليبيا عطلانه، صحيح. النهارده بداوا يفكروا في كده. خطة ماذا بعد؟ بعد طبعا بس. جالانت اللي هو وزير الدفاع الاسرائيلي بيقول ان بعد ان تنتهي العملية ونخرج فهو طالب مجموعة دول اوروبية ومع مصر ودولة عربية اخرى تسيطر على غزة. تمام، احنا رافضين الكلام ده تماما. رؤية بلينكين ايه بقى؟ امريكا، امريكا موافقة على الرؤية المصرية ان الذي يسيطر على غزة هي السلطة في رام الله. تمام تمام كده بنرجع كل حاجه لوضعها الحقيقي. نعم، بقى مشكله واحده تانية يا مدام عز، الا وهي ان امريكا بتقول عايزه فتره ترانزيشنال بيريود، حوالي 6 اشهر قبل ما السلطه الفلسطينيه تخش. هم عايزين ايه؟ تحصل انتخابات في غزه. مين اللي عايزين؟ امريكا بتقول يعني يتعمل انتخابات في غزه. تمام، يتعمل انتخابات في الضفه، تيجي قيادات جديده وتخش غزه وتستلمها. نعم. ولما المدير الساي اي جه هنا في مصر وقابل سياده الرئيس السيسي، نعم، وكان رايه ان احنا مصر هي تتولى فتره الترانزيشنال بيريود 6 اشهر وتخش غزه وتامنها، وقال هنديكم فلوس وهندعمكم ماليا وهنديكم اسلحه وقوات. الرئيس السيسي كالعاده بكل حكمه، لا لن نتورط في هذا الموضوع. لان هقول لك حاجه، ما دام عايز هو يقول 6 اشهر بنكون نقعد سنه سنتين واحنا لا ولا يضمنه بالظبط. فسياده الرئيس السيسي كان واضح، الذي سيتولى غزه من يوم التالي هي السلطه الفلسطينيه الموجوده في رام الله. ودي اعتقد كانت حاجه ممتازه تاني، قرار رائع، واحنا مصر مصممه عليه، وان شاء الله هيتنفذ زي ما احنا نفذنا موضوع التهجير القسري للفلسطينيين، وان شاء الله ننفذ هذا الكلام. من وقت كان اتفضل. كان في صورتين تانيين طبعا، اتفضل. بنتكلم على ممر فيلادلفيا. ايوه ده اللي كنت هسال حضرتك عليه. تمام، ما زالت لسه في مصادر بتطلع وبتقول ان في وجود تعاون مصري اسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين. اتفضل يا فندم. تمام، يا ريت نحط الصوره. أيوة. يا مدام عزة، اللي بيننا وبين اسرائيل هي المعاهدة كامب ديفيد. نعم، ومعاهدة كامب ديفيد حطت لا عايزين الصور بتاعت اللي هي الخريطة من فضلك. الخريطة معاهدة كامب ديفيد بتقول ايه؟ الحدود بتاعت مصر عادية خلاص موحدة، ولكن في منطقة بنسميها يعني منطقة حظر بين الاتنين. تمام، بطول 14 كيلو من الميه لحد معبر كرم ابو سالم. ايوه، وبعدين العمق بتاعها من 800 متر و 400 متر، ما فيش يعني حاجه صغيره. ايوه، دي تبقى بافر زون بين مصر وبين اسرائيل. اسرائيل، نعم. وكانت اسرائيل اول مسيطره على غزه لما كده عدنا اتفاقيه، وبقت النهارده مصر لها 270 عسكري بيمنعوا الموضوع بتاع الايه؟ موجودين في ان نعم. في تهريب ومفيش كلام من ده. نعم، مصر في الكام سنه اللي فاتت شالت كل الانفاق اللي موجوده. أيه. اسرائيل بتقول النهارده ايه؟ لا لا، المنطقه دي فيها انفاق وحماس بتهرب فيها من مصر اسلحه. معقول الكلام ده؟ ما انتوا عارفين احنا قفلنا السكه دي خالص ايام الارهاب. بالظبط، انما زي ما قلت نتنياهو عايز يعمل مشكله. أيه. وعايز يفضل كل ده عشان يفضل في الكرسي. ايوه، وهكذا. نمره واحده عشان نوضح. أيوة. ان ممر فيلادلفيا ده ليست في الاراضي المصريه يا مدام عزة. تمام، حتى لو دخلوا دي لها قصه تانية. أيوة. لكن ما دخلوش مصر، لان اللي هيعد في حدود مصر هتتقطع رجله، ده تمام. معروفه، وقواتنا جاهزه بكده. الممر ده جوه عندهم في غزه، مش ارضنا.
هو عايز يدخل عشان يعمل مشكلة. إذا دخل احنا عندنا هيئة البتاع اللي موجودة التعاون، لما بتحصل مشكلة بيننا وبينهم في الاختراق البتاع ده اللي حصل بيحصل كلام بنقول لهم. انما هو لو خالف كامب ديفيد النهاردة والله انا بقول يبقى نعمة وستر لنا. هنعمل بقى تبقى جات لنا على الطبطاب. بالظبط، الله ينور عليك. هنعمل اللي احنا عايزينه في سينا بقى. يبقى اللي هو بيقوله بالبلدي كده هو مش قده والله. فعلا، بس برضو للناس تبقى فاهمة حتى لو دخل دبابة في هذا المحور في فيلادلفيا مش أرضنا. واضح يا مدام عز؟ مش أرضنا، دي بافر زون. دي أرض فلسطينية، أرض بتاعت غزة. تبقى لاتفاقية كامب ديفيد فيها قوات بتأمن الحدود. لكن أرضنا لا. إنما هو لو حاب يدخل اهلا وسهلا. يبقى انت خالفت اتفاقية كامب ديفيد. بالظبط، نحمل اللي احنا عايزينه. انت اللي عايز تخالف، انت اللي عايز تخالف وفي اجراءات. اعمل اجراءات. بالظبط، فعشان كده احنا بنقول الحمد لله احنا محافظين على ارضنا وعلى حدودنا ومحدش هيمسنا ولا يمسها. وانا بقول لك معانا اداره وطنيه وشريفه. الحمد لله. نعم. الرئيس نعم. يعني مش انا مش عايز ناس بتقول انت هتجامله حاجه، لا ربنا ده حقه. يكرمه ده حقه. ربنا يكرمه اللي بيتخذ القرارات المناسبه السليمه في الوقت المناسب. بصي نفس ولا بيهمنا اي ضغوطات ولا بيهمنا يا مدام عزه. نعم. ده قاعد مع بلينكن، وبلينكن امريكا بتقول له عندي 50 عايزين يعدوا. قال له لا. نعم. لا نعم. لا، اما تاكلوا الفلسطينيين اللي جوه نبقى نعدي الناس. حقيقي نعم. موقف مصر كويس، وارجو النهارده ان كل مصري يكون سعيد. ان احنا حطينا ارادتنا رئيس قوي ومعاه شعب بيأيده، عشان كده الناس دي فاهمه احنا بنعمل ايه. نعم دكتور سمير، بستمتع بوجود حضرتك معايا. لا يا فندم، ده شرف. الحرب فيه. القادمه في البحر المتوسط هي الحرب على الغاز. هتفتحي موضوع جديد. حاضر يا مدام عز، حاضر يا مدام عز. اتفقناش على كده، انا عارفه، بس لا يعني لا. بشكل موجز كده. بص يا مدام عزه، امريكا كانت عامله تقرير من 2015 ل 2020. نعم. وبالصدفه انا كنت هناك واتصالات، فجبت التقرير ده وجبته ونشرته على مقالي. نعم. الامريكا باختصار بتقول ايه؟ البترول بتاع الخليج بعد 15 سنه هيخلص. نعم. او 20 سنة. نعم. انما المنطقة بتاع البحر المتوسط فيها غاز هيقعد 50 سنة عايش. فاذا النهاردة بعد ما يخلص الغاز بتاع الخليج، عشان تشوف النهاردة مع الامير بتاع صحيح. السعودية قاعد بيبني استثمارات، لان الغاز هيروح منه. هيعمل ايه تاني بعد كده؟ نعم. لازم يستغل الفترة دي انه يعمل حاجات جديدة للبلد. مفهوم. احنا بقى عندنا دلوقتي هيصبح الصراع في الفترة القادمة على الغاز شرق المتوسط. وامريكا بتقول ايه؟ امريكا اللي بتقول مش انا. ان ليبيا ومصر وغزة واسرائيل ولبنان وسوريا ثم قبرص واليونان. دول الثمان دول عندهم غاز. تركيا ما عندهاش غاز. ليه؟ معناها معانا في البحر المتوسط. نعم. لان تركيا في الحرب العالمية الاولى خسرت الحرب، فخدوا منها كل جزر الدول مين لليونان. نعم. فالنهاردة تركيا حاولت تعمل نقول ترسم خطوط بحرية مع ليبيا. طبعا البرلمان الليبي ما وافقش، لكن احنا رحنا وبرضو دي تتحسب للرئيس السيسي. نعم. انه رسم الحدود البحرية في البدري قوي من بدري، فبالتالي بيجيلك اللي هي نقول الشركات الاجنبية. نعم. تفتش عندك. نعم. طب انت عارفه النهارده حقل زهر هو اكبر حقل غاز في الشرق في منطقه البحر المتوسط. انت عارفه ان قبل كده كانت شغاله في شركه امريكانيه سنتين وقالت ما لقيناش حاجه ومشوا. الناس دي مش عايزانا نبقى كويسين يا مدام عزه. طبعا دخلت شركه اين الايطاليه جابت. نعم. اكبر غاز النهارده بيدينا 3 مليار دولار في السنه، وهيفضل انتاجه لسنه 2045. انا كان نفسي يكون عندي الخرائط والجرافيك. لكن الحرب القادمه هي حرب على الغاز في المتوسط. في المتوسط. تمام تمام. عشان كده بقى قبل ما اختم يا مدام عزه، احنا بنقوي قواتنا البحريه. طبعا. يقول لك انت جايب الرافال ليه والمسترال ليه؟ ادوك شفت انت حصل ايه في غزه. نعم. وشفت حصل ايه يا مدام عزه. صحيح. اسرائيل خدت حقل قريش
داخل المياه بتاعت لبنان. ايوه لبنان هتعمل ايه؟ ولا حاجه، ولا ما عندهاش قوه. يقدر حد يقرب لنا النهارده؟ لا، للي عندنا سادس قوه بحريه في العالم. اللي عايز يقرب يجرب يا دكتور سمير. بشكرك شكرا جزيلا، تشرفت بيك كالعاده في التوضيح للساده المشاهدين عن ما يحدث. مفكر الاستراتيجي دكتور سمير فرج. خليني اطلع فاصل واتواصل مع حضراتكم.